جمهورية أديجيا الواقعة شمال منطقة القوقاز وطنا للشعب الشركسي الذي يسمي نفسه أديجي. في هذه المنطقة ذات الطبيعة الخلابة نسجت كثير من الحكايات والأساطير الشعبية حول أهم معالمها وأبطالها التاريخيين. زاور شوج يأخذنا في رحلة يعرفنا خلالها بأديجيا وبطبيعتها وحدائقها المثمرة داخل الغابات الكثيفة وبحكاية أهلها الشعبية وثقافتهم. وسط طبيعة خلابة متنوعة تمتد جمهورية أديجيا الصغيرة في شمال غربي جبال القوقاز. أديجيا إحدى ثلاث كيانات صغيرة بقيت من مساحة شاسعة كانت تمثل الأرض التاريخية للشعب الشركسي قبل أن تحتل روسيا القيصرية هذه الأرض وتهجر معظم شعبها من بلاده الأصلية في القرن التاسع عشر. تعود تسمية الجمهورية إلى كلمة أديغا، وهي التسمية التي يطلقها الشركس على أنفسهم وتعني شعب الشمس. هذا المكان المأهول منذ القدم غني بالأساطير والقصص الشعبية عن البطولات والحب، حتى أصبحت جزءا من تراث وتاريخ المنطقة وشعبها الأصلي. على كل قمة وخلف كل تلة وعلى ضفاف كل نهر سردت قصص لوقائع حقيقية وأخرى أسطورية تضفي على المكان سحرا خاصا يجذب الزوار من مناطق مختلفة من العالم. لعل أشهر مكان هنا وادي اللغوناق الجبلي. تقول الأسطورة إن الشاب البسيط اللغوة أحب الأميرة الحسناء ناقوة، الأمر الذي رفضه علية القوم، فهربا معا من المطاردة ووصلا إلى هذا المكان المقدس في التراث الشعبي. وحين لم يجدا منفذا ألقيا بنفسيهما في الوادي الجبلي السحيق فتحولا إلى أسطورة حب مشهورة في المنطقة. ليس ببعيد عن لاغوناق تستقبلك شلالات روفابوا. تقول الأسطورة إنه كان يعيش في هذا المكان أحد الجبابرة الأشرار ويدعى روفابوا، كان يخطف من كل قرية أجمل فتياتها قبل أن يقتله أحد الشبان الشجعان واسمه حجوخ ويقتلع قلبه ويرميه في الوادي الجبلي. تحول القلب إلى صخرة كبيرة حجزت مياه النهر الجبلي ليتشكل 11 شلالا. الطبيعة الخلابة والقصص الشعبية والأساطير جعلت من أديجيا قبلة للسياح على الرغم من غياب البنية التحتية، فاحتفاظ المنطقة بطبيعتها البكر تستقطب كثيرا من محبي سياحة الإكستريم. المنطقة جميلة للغاية، ولكن لا توجد بنية تحتية سياحية ولا دعم حكومي. هذه المنطقة بحاجة إلى استثمارات سياحية تضمن بالدرجة الأولى الحفاظ على طبيعتها البكر. من الأشياء المميزة في أديجيا ما يعرف بالحدائق الشركسية القديمة. اشتهر الشركس بالزراعة واتبعوا على مدى قرون طريقة باتت اليوم غير معروفة بسبب تهجير السكان الأصليين، وهي تطعيم أشجار الغابات بأخرى مثمرة. تنتشر في الغابات الجبلية الموحشة عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة المطعمة التي ما زالت لحد اليوم تحمل ثمارا على الرغم من غياب العناية بها. عمر معظم هذه الأشجار يفوق 300 عام. هذه شجرة تفاح قديمة يقدر عمرها بنحو 400 عام ما زالت مثمرة حتى اليوم. منذ التهجير قبل 150 عاما لم يعتني أحد بها. لقد احتفظت الثمار بطعمها الحلو وتحتوي على كميات كبيرة من الحديد ما أن تقضم التفاحة حتى يتحول لونها إلى الأحمر. لا أحد اليوم قادر على تطبيق هذه التكنولوجيا الزراعية. ومن أكثر ما تشتهر به أديجيا الجبنة الشركسية التي تعتبر من أقدم أنواع الأجبان في العالم. تتميز بنسبة الدهون القليلة ومذاقها اللذيذ، فهي تصنع من دون إضافة أي مادة حافظة. وللجبن الشركسي أنواع مختلفة، منها الطازج والمدخن والمجفف شديد الملوحة،
ويحتل مكانة خاصة لدى الشركس إذ يستقبلون به الضيوف. يقول المثل الشركسي: من لا يتقن الرقص لا يتقن القتال. فالرقص لدى الشركسي تعبير عن الفروسية والاستعداد للحرب. الرقص يمثل فلسفة حياة هذا الشعب الذي دفعته الحروب الكثيرة إلى تنشئة فرسان مقاتلين للدفاع عن الوطن، الأمر الذي انعكس جليا على الفلكلور. الرقص اليوم جزء رئيسي من هذا الفلكلور الذي تتميز به الثقافة والفنون الشركسية. تكاد لا تجد في أديجية صغيرا أو كبيرا إلا ويتقن الرقص بمهارة. لا يمكن الحديث عن أديجية دون الحديث عن تاريخها المأساوي، خاصة الحرب الروسية القوقازية التي امتدت أكثر من 100 عام. قاوم فيها الشركس جحافل الجيوش القيصرية الروسية دفاعا عن حريتهم، لكنهم فقدوا في هذه الحرب أكثر من 1,000,000 شخص، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون إلى الدولة العثمانية آنذاك حسب الأرشيف القيصري الروسي. هذا المكان أحد الشواهد المتبقية على تلك الحقبة المأساوية. هنا على تلة الدخابة صيف عام 1862 التقى قيصر روسيا ألكسندر الثاني بقادة القبائل الشركسية وخيرهم بين الاستسلام أو التهجير. رفض الشركس مطالب ألكسندر الثاني، فانتهت الحرب بعد عامين بتهجيرهم، وأصبح القوقاز منذ ذلك الوقت جزءا من الإمبراطورية الروسية. في هذا المكان بنى الروس كنيسة احتفاء بانتصارهم في الحرب، ولكن المستوطنين الجدد كانوا يتجنبون هذا المكان خشية مما يعتقدون أنها لعنة السكان الأصليين. ومع الوقت لم يبقى من هذه الكنيسة سوى أطلال. في القوقاز يعيش اليوم نحو 700,000 شركسي، 120,000 فقط في أديجية، في حين يعيش خارج الوطن التاريخي أكثر من 7 ملايين شركسي. الحرب الروسية القوقازية والتهجير القسري كان بمثابة كارثة للشركس، لم يستطيعوا لحد اليوم التخلص من تداعياتهما والنهوض من جديد. تعد أديجية أكثر الجمهوريات استقرارا في شمال القوقاز. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أعيد بعض الاعتبار لسكانها الأصليين، فأصبحت اللغة الشركسية لغة رسمية، وراية مقاومة الاحتلال الروسي في القرن 19 علما للجمهورية، وسنحت الفرصة للراغبين من الشركس في العودة إلى وطنهم الأم. كانت رحلة سريعة في أديجية، الركن الهادئ في منطقة مشتعلة اسمها القوقاز، منطقة غنية بالتاريخ والأساطير والقصص البطولية المفعمة بالآلام والآمال. زاور شواج لبرنامج مراسل الجزيرة، أديجية.